خلال زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، الرئيس السيسي يهنئ الطلب على الالتحاق بالكلية ونيل الشرف الانضمام إليها. افتتاح المعرض الرئيسي أهل رمضان بالقاهرة، ومدبولي يؤكد وجود توجيهات رئاسية باستمرار المعارض لما بعد الشهر الفضيل. وبيان مشترك لقادة حلف الناتو يؤكد أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يمثل تهديدا للأمن العالمي. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقبال سيادته وزير الداخلية محمود توفيق وقيادات أكاديمية الشرطة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة السيد الرئيس لأكاديمية الشرطة تأتي في إطار حرصه على متابعة منظومة إعداد وتدريب أبنائه من طلبة كلية الشرطة. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية فجراً لمقر أكاديمية الشرطة. رافقه خلالها السيد محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قادة وزارة الداخلية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس حرص على متابعة برامج تدريب طلبة وطالبات كلية الشرطة مهارياً وبدنياً، مشاركاً الطلبة في الأنشطة الصباحية. وضع استعداد لتدريبات القوة البدنية. سلام عليكم، كل عام وانتم طيبين. أبدأ كلامي بأن أنا أهني الدفعة اللي موجودة، واللي أنا أفتكر النهاردة هيكون آخر يوم ليها في التدريب المركز بتاعها، وأتمنى لهم كل التوفيق. وطبعاً أمر عظيم قوي إن في خلال 3 شهور يحصل تغيير كبير قوي في حياة يعني الطلبة الجدد، وده أمر متهيألي إحنا محتاجين إن إحنا نبص عليه كويس، شوفوا قد إيه بالتركيز وبالانضباط وبالالتزام نقدر نحقق تقدم في مدة زمنية مش كبيرة. 3 شهور مش كتير قوي على التغيير الكبير اللي بيتم في حياة الطلبة والطالبات اللي بيتقدموا للكلية وبيبقوا موجودين معانا. أنا بهنيهم وبشكرهم وبشكركم أنتم كمان اللي هم الطلبة الأقدم على الجهد اللي أنتم عملتوه معاهم خلال الفترة ديت، وعلى الجهد اللي أنتم بتعملوه أثناء وجودكم في الكلية وبعد كده. وإحنا دايماً لما بنيجي نتكلم في المناسبات اللي زي كده بنأكد على معاني كبيرة قوي قوي، معاني التضحية ومعاني الالتزام ومعاني الواجب، الواجب الكبير قوي تجاه بلدنا وشعبنا وحماية أمنها القومي وسلامتها، سلامة الدولة من كل شر أو كل مكر بيحاط بها. يعني بنقدم تضحيات ما فيش كلام، لأن ما فيش أبدا مهمة إلا ما تبقى المهمة دي محاطة بالمخاطر، لكن الوطن يستحق منا كل ده. وبالمناسبة ما هو ده الكلام اللي احنا دايما بنكرره وبنقوله، بنقول إن هو اللي بيقوم بالدور ده مين؟ ما هي أسر مصرية بتقدم أبنائها وبناتها، وهي عارفة كويس إن التقديم ده قد يترتب عنه
تضحية كبيرة قوي، لكن من أجل الوطن ومن أجل الدولة ومن أجل الاستقرار الناس بتقدم ده. كل المصريين، أنا بتكلم مش بتكلم على حد بعينه، كل الأبناء اللي موجودين هنا، الطلبة اللي موجودين هنا، الطالبات اللي موجودين هنا، هم عبارة عن أبناء أسر مصرية عادية خالص. ونستمر في تدريبنا وفي تعلمنا أثناء وجودنا هنا، ودي الفترة اللي احنا بنجهز فيها نفسنا عشان بعد كده لما نخرج للحياة العامة في التعامل مع المواطنين ومع تحديات الأمن نتعامل معها بكفاءة بالمتطلبات اللازمة لها. مش هوصيكم أبدا على أن أنتم دايما تبقوا في أعلى درجات الكفاءة وأعلى درجات الجدية وأعلى درجات الفهم وأعلى درجات التعلم والتعليم. مفيش حاجة أبدا بتتحقق إلا بأن احنا نبقى نأخذ بنصية التعليم والتدريب ونستمر على ذلك، بمعنى أن مش معقول أبدا أن احنا نبقى حالتنا وكفاءتنا جوه الكلية كويسة قوي، إلا كمان مهم قوي أن احنا نستمر على ده إن شاء الله بعد التخرج. مش عايز أكرر الكلام اللي أنا قلته امبارح وأطمن الناس على من خلالكم يعني على أن احنا ما عندناش إن شاء الله أي مشكلة في حاجة. طبعا في أزمة كبيرة زي ما قلت وكلنا عارفين وشايفين بتمر بالعالم كله ولها تأثيرات كبيرة جدا علينا كلنا، مش على مصر بس، على العالم كله، في حاجات كتير قوي، في الطاقة، في سلاسل الإمداد، في يعني حالة استقرار للأسواق، الأسعار، كل ده ليه تأثيرات كبيرة. لكن احنا الحمد لله رب العالمين، يعني عايز أقول بنحاول أن يكون تأثيراتها في الحد الأدنى ما أمكن، ونتمنى أن الأزمة دي تنتهي بسرعة عشان حتى يعني احنا خرجنا من أزمة كورونا ودخلنا في الأزمة دي، وده أكتر من سنتين وشوية، يعني احنا دخلنا على السنة الثالثة، وده عبء كبير جدا جدا على أي اقتصاد في العالم، مش على الاقتصادات الناشئة بس. فلكن الرسالة المهمة في الموضوع أن الأمور الحمد لله رب العالمين ما عندناش أي مشكلة يعني فيما يخص السلع الأساسية وحاجات الناس بشكل مستقر وآمن لشهور طويلة قادمة إن شاء الله، وإن شاء الله تكون الأزمة دي انتهت وما تطولش أكتر من كده. ودايما أقول لينا في المناسبات اللي زي كده، أرجو إن احنا تعاملنا مع بعضنا البعض يتسم بالجدية والاحترام المتبادل والالتزام. واسمحوا لي أقول لكم إن عمر ما كان الانضباط أبدا هو شكل من أشكال القهر، لا، هو شكل من أشكال الاحترام والقناعة بأهمية الالتزام والانضباط لتحقيق المهام والأهداف اللي احنا بنبقى بنعمل من أجلها. مش عايز أطيل عليكم عشان عارف إن في يوم طويل النهاردة وفي أنشطة كتير هتتعمل، لكن خلوني إن أنا أقول لكم مرة تانية بمناسبة شهر رمضان، ليكم ولكل المصريين كل عام وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا، كل سنة وانتم طيبين. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. حيث تابع السيد الرئيس تدريبات الطلبة والطالبات ومراحل الإعداد البدني. حد عايز من حضراتكم تقول لي حاجه؟ هيكون حاجه خاصه بالمنصوره يا فندم بلدي. منصوره
المنصوره يا فندم فيها الكثافه السكانيه عاليه والاحجام المروريه زايده جدا يا فندم، وقت خروج الموظفين بتكون الوضع لا يطاق في المنصوره، مفيش اي يا فندم يعني شوارع جانبيه او اي تحويلات مروريه يا فندم، فالوضع بيكون مزدحم جدا. طب انا هقول لك على حاجه، وكلامي مش تبرير، كلامي ايه؟ مش تبرير. احنا عملنا افتكر طريق المنصوره الجديد خد عمل الضفه الشرقيه اللي على الترع هناك اللي هو من المنصوره لغايه ال 50 كيلو الاولانيين دول، صح كده؟ وشغالين في ال 50 كيلو التانيين، صح كده؟ كويس. احنا عاملين حسابنا ان احنا مع مبادره الحياه كريمه ندخل على جوه المحافظات وجوه القرى وجوه المراكز، واحنا بنرفع الكفاءه بنعمل تبطين الترعه وبعدين نحط الصرف الصحي وبعدين نشوف الكهرباء والغاز وبعدين ايه نعمل سفلتة للطرق الداخلية. ولكن عايز اقول لك ايه، وده مش مبرر يعني، ان حجم النمو اللي حصل في اسراء خلال الخمسين سنة اللي فاتوا اكبر من طاقة وكتلة المساحة الارض المتاحة. احنا المصريين عايشين على مساحة ارض ضئيلة جدا بالنسبة لعدد سكاننا. أنت بتتكلمي من أسوان لإسكندرية، عبارة عن كتلة عرضها ما يزيدش عن 10-15 كيلو بطول الألف كيلو، ما يزيدش عن كده. وبالتالي أنتم حاسين إن الأرض مش سايعاكم. الأرض مش سايعاكم لأن إحنا كنا المفروض يعني نتمدد وننمو ونعيش على كامل الإيه؟ المليون كيلو اللي إحنا فيهم، اللي إيه؟ احنا مش عايشين على مليون كيلو، احنا يمكن عايشين على 65 الف كيلومتر مربع بس. فانت بتشوفي الحكايه ازاي، بتشوفيها ان انت مش عارفه تعيشي، مش عارفه تمشي. لكن انت مش عارفه تمشي عشان هنا مش بدافع عن الدوله ولا حاجه، انا بدافع عن الحاله، عن الفهم. عن ايه الفهم؟ اللي هو احنا محتاجين. طب اجي اقول لك، قلت لي انا جت على اسراء، انا عايز اقعد مع اهلي، اكلم حد تاني يقول لي لا احنا عايزين كلنا نبقى موجودين. ما ده اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعه، انتوا قاعدين على الاراضي الزراعيه تبنوا عليها لدرجه ان ما بقاش في مكان للزراعه بالطريقه ديت. طب وبعدين انتوا لازم نخرج بره في المدن الجديده اللي احنا بنعملها. بنعملها عشان ايه؟ عشان نخرج كتله سكانيه كبيره من المكان اللي موجود فيه في المنصوره والشرقيه. ما انت هتجد في الفيوم، في المنوفيه على سبيل المثال، الارض غاليه جدا والمساكن غاليه جدا. ليه؟ لان حجم الطلب اكبر من المعروض، لان مفيش ارض، مفيش ايه، ونضطر ان احنا نعمل على الاراضي الزراعيه. ليه؟ لان انا عايز الناس تعرف. لما سالت السؤال ده، الكلام ده ما ينطبقش بس على المنصوره بالمناسبه يا اسراء، الكلام ده ينطبق على محافظات كتير. طب ما القاهره هنا، القاهره كانت مصممه على انها تشيل 4 مليون. كام؟ 4 مليون، واللي عايش عليها كام؟ ملايين من الناس. القضيه اللي موجوده عندنا اللي ان احنا لازم نفهمها كلنا، ان احنا لازم نتغير. لكن لو احنا كلنا مصممين ان احنا نعيش في المنصوره او في المنوفيه او في الشرقيه مع اهالينا، طب ما هتبقى الدنيا كده. بتشتكي من الباع لايه؟ طيب انا هسالك سؤال، وبالمناسبه انا مش مع ان يبقى في باع عجلين في الشارع كده، لا لا مش مع ده. لكن هسالك سؤال، تفتكر كم عدد الباع الجائلين الموجودين في مصر؟ مليون يا فندم. أكتر. دول عبارة عن إيه؟ بطالة. برافو عليك. مفيش فقر، يعني موافق. فرص عمل مش متاحة، فالناس يعني بيجيب عربية يقف فيها يعمل له 70-80 جنيه كل يوم وخلاص. طب ما هيعمل إيه؟ ما هو إيه؟ هيعمل إيه الإنسان ده؟ ده مش بس في المنصورة، في كل حتة في مصر. وأكتر من مليون، ممكن يبقوا 2 مليون كمان. الـ 2 مليون دول المفروض كان ليهم أشغال ويشتغلوا. طب ما اشتغلوش ليه يا اسراء؟ مفيش فرص عمل. مفيش فرص عمل، طب ليه ما عندهمش فرص عمل يا اسراء؟ عشان الكثافه السكانيه عاليه. عشان عدد سكاننا كتير. عدد ايه؟ سكان كتير. سكان كتير. وعشان كده دايما هنا بنقول ان احنا فرصتنا في المنشات التعليميه اللي هي الداخليه دي فرصه ان انتم تتعلموا كويس قوي وتعيد صياغه افكاركم عشان الكلام ده ينتشر بينكم اولا، ثم بعد كده لما تخرجوا مع أسركم والمحيطين بيكم يتأثروا بيكم، يلاقوا فيه نموذج مختلف.
مختلف مش الاختلاف عشان نبقى مختلفين، مختلف جيد، مختلف منظم، مختلف مترتب، مختلف منضبط، مختلف بيفكر واعي. انا عشان احل مساله في 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 الباقه الجائلين في القاهره هنا، عايز اعمل محلات كتير 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 وباسعار معقوله عشان الناس دي تقف فيها. ما عندي خيار من اتنين، يا تاخديهم وتمشيهم بعيد، الناس دي تاكل ازاي؟ تاكل ازاي؟ بس انا عايز اقول لك انا كمان في النهايه، لو انت النهارده قلت ان 2 مليون دول ما لهمش مكان ويلا امشي من هنا، وبعدين محدش يعمل كده، محدش يحل المساله بان هو ايه يقول لك الامن يتصرف. احنا نتصرف، انا كمحافظه اتصرف، اشوف اماكن فاضيه جوه المحافظه واجهزها محلات بسعر مناسب، بسعر ايه مناسب، واجيب الناس دي تقف فيها وارقيها واطورها. دول اهلنا، دول ايه، هديكي مثال. وانا وزير للدفاع كنا بنطور طريق مصر اسكندريه الصحراوي، كان ايه بنطوره، فجم المسؤولين عن الطريق بياخدوا مني تصديق ان هم يخلوا الباعة الجائلين، اعمل لي محلات. قلت له ايوه اعمل محلات، وخد الناس الباعة الجائلين دول حطهم في المحلات. مش كده اللي حصل؟ لو انت رحت على الباعة الجائلين دلوقتي اللي على طريق مصر اسكندريه الصحراوي ده، اللي على اليمين والشمال دول، هتلاقيهم ان هم كانوا موجودين في الاول واقفين اي حاجه كده يعني. لازم نرقي نفسنا ونغير حياة الناس بفكر، لكن الأول ما نجيش نقول إيه طب أوديهم فين، طب الناس دي تروح بيوتها إزاي يا بنتي. الناس دي تروح بيوتها إزاي؟ إحنا عايزين نحل المسألة كده، نغسل إيدينا بسرعة. لا لا لا، أنتوا لازم تبذلوا جهد وتشقوا، مش حضرتك، إحنا كمحافظ، إحنا كمحليات، إحنا كمسؤولين موجودين جوه المحافظة، ندور على اماكن نحط. انا حطيت عملت تحت الكباري محلات، ليه؟ بزود حجم المعروض، بزود ايه؟ حجم المعروض، وبدل ما الكوبري يبقى شكله من تحت منه مش لطيف، بقى في تحت محل لطيف، والناس قاعد حد فيه يبيع ويشتري ياكل عيش ويبقى المنظر مختلف، مش فكره. لكن احنا النهارده انا بتكلم بس على حته الطرق، وبنتكلم على حته الباعة الجائلين، وبنتكلم على الزحمه اللي حضرتك بتتكلمي عليها. ما تبصوش للموضوع اللي انتوا شايفينه ده على ان ده قصور من الدوله، لا لا، دي حاله مصريه، دي ايه؟ حاله بلدنا. ازاي نحلها؟ مش انا لوحدي، ولا الداخليه لوحدها، ولا المحافظ لوحده، كلنا قلبنا على قلب بعض. الغلبان ده في رقبتي ورقبتك يا اسراء، الغلبان اللي بنتكلم عليه ده ايه؟ امال ايه؟ ولو احنا ما كناش كده احنا ربنا حاسبنا يا بنتي، ربنا ايه حاسبنا، امال ايه؟ ازاي النهارده اقول عندي 2 مليون 2 مليون بائع جايل، يعني 2 مليون اسره يا بنتي؟ طب حد مش موافقني من الشابات اللي موجوده؟ اتفضل. حضرتك بتعامل الانسان كبني ادم، عشان كده الناس كلها بتحب حضرتك. يعني حضرتك دلوقتي ما اتعاملتش بالقوه ان انا هشيل الناس دي مش من هنا، لا حضرتك فكرت فيه الاول كبني ادم قبل ما نفكر في الحل، وده في حد ذاته حاجه يعني تدل ان احنا تحت قياده عظيمه بجد. احنا مع بعض يا فندم هنقدر نتطور من الموضوع، وان احنا نقدر مع بعض كشباب وكاسر وككل ان احنا نحسن من صوره البلد، وفي الوقت نفسه نحافظ على البني ادم اللي موجود ليه يا فندم. البني ادم ده مش لوحده اللي احنا بنتكلم عليه ده، وبالمناسبه في ناس كتير قوي. الامور دي كلها محتاجه مننا كلنا وعي ورفق، وايه؟ رفق بالناس. ده اللي شغال عليه كلية الشرطة هنا يا فندم، هي شغالة علينا كفكر الأول وبالتالي كبدنيا، بحيث إن احنا نطلع، هي بتخرج أجيال تعرف تتعامل مع الوضع ده إزاي، وتعرف إن هي تفكر بفكر حديث، بفكر سيادتك ده يا فندم. بفكرنا كلنا. إيه تاني؟ طالبة الضابطة أميرة السيد يا فندم، بكالوريوس علاج طبيعي امتياز مع مرتبة الشرف يا فندم. ما شاء الله. أنا حابة أشكر حضرتك على تشريفك لنا يا فندم في كلية الشرطة. ثانيا يا فندم أنا حابة أشكر انضمامنا لكلية الشرطة يا فندم من خلال الوزارة، إن هي اختارت أفضل العناصر النسائية. ثانيا يا فندم حابة أشكر كلية الشرطة على الانضباط اللي هي وصلتنا فيه في اليوم 87 يا فندم، وصلتنا لحالة انضباطية يا فندم لما نخرج لأهلنا هنتشرف بيها يا فندم. طبعا. وصلتنا لحالة علمية، خدنا قانون يا فندم، احنا كنا بناخد مواد علمية، خدنا مواد قانونية. شكرين. اتفضلي.
طالبة ضابطة ندى أحمد محمد أبو المجد، كلية التربية الرياضية جامعة العريش. بشكر حضرتك يا فندم على التنمية في سينا والقضاء على الإرهاب في العريش أخص. طب الأمور اتحسنت كتير؟ فندم من 2018 بعد العملية الشاملة، وفي تغيرات وتحسنات وبقينا في أمان الحمد لله. إن شاء الله تتحسن أكتر من كده. حاجة تاني؟ شكرين شكرين. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين وحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا بيكم، واسمحوا لنا رحب بيكم جميعا. أظن شايفين كل زيارة تشوفوا التغيير اللي بيحصل لأولادكم وبناتكم. يعني انتوا متوقعين ان هم ينزلوا أجازة امتى؟ كمان شهر ولا شهرين؟ كمان شهر؟ النهارده. فان شاء الله تاخدوهم اجازه سعيده ويقضوا معاكم. خليني بقى يعني ابدا كلام ان انا اوجه لكم الشكر. بشكركم جميعا والله، كل الاسر، ان انتم يعني تفضلتم علينا وان انتم قدمتم لاولادكم وبناتكم ان يبقوا موجودين معانا هنا في صرح عظيم جدا من صروح الحماية لبلدنا. صرح عظيم هنا أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية بتقوم بدور كبير قوي، وانتوا عارفين ده كويس، ويمكن ده بان قوي خلال الكام سنة اللي فاتوا، وشفنا قد ايه احنا محتاجين ان احنا ولاد مصر وبنات مصر يبقوا موجودين يساهموا في حماية مصر من اي شر يعني. فأنا بشكركم جميعا يعني، ومش هنسى أبدا
في المناسبة ديت ان انا اوجه تحية وتقدير واحترام واعزاز لكل اسرة شهيد او مصاب من اسر مصر. مش هننسى ابدا يعني، وانا بقولكوا كده عشان احنا كلنا المفروض ما ننساش. انا والله مش هنسى، وما افتكرش ان في حد ممكن ينسى العطاء الكبير قوي اللي قدمته الاسر ديت لبلدنا مصر. مره تانية كل سنه وانتم طيبين، واهلا وسهلا بيكم، ورمضان كريم، والف مبروك لاولادكم وبناتكم ان هم انجزوا الفتره اللي هي الاوليه ديت، ودايما دايما بخير وسلام. فمتشكر جدا جدا، واجازه سعيده عليهم. للطلبه والمرشحين خلي بالكم، خلي بالكم منهم ان شاء الله برضو، وانتوا في الاجازه الولاد او الشباب والشابات الطلبه خلي بالكم من نفسكم، وان شاء الله ترجعوا بسلام لكل. وانتوا طيبين، كل سنه وانتوا طيبين جميعا، كل سنه وانتوا طيبين جميعا. متشكرين، متشكرين، شكرا جزيلا، شكرا. انا سعيده، انا يعني في كل السعاده اللي شفت حضرتك، ربنا يخليك لمصر ويخلي جيش مصر وشرطه مصر. اللهم امين. واحنا بنحبك يا ريس، بنحبك واحنا في ظهرك، ومصر هتفضل دايما بدعاء ربنا طبعا فوق الكل طبعا. وربنا يعينك، ربنا يعينك، ربنا يعينك يا حبيبي. انا بحبك وبحب بلدي، عشان كده خليت ولادي كلهم شرطه وجيش. ما شاء الله. انا سعيده بحضرتك انك رئيسي، مش بس كده، وسعيده بحضرتك انك رئيسي قدام العالم كله. ربنا يكبر خالص. لا لا، انا مهما اتكلم مش هاوفي ولا اقدر اقول حبي ليك ايه. لان انا بحب مصر وبتراب مصر طبعًا. وعارف ان حضرتك بتحبها، يعني الشاغل اساسي عند حضرتك. فربنا يعينك علينا واحنا في ظهر حضرتك. وانا النهارده عيد بالنسبه لي. كتر خير. انا عيد بالنسبه لي، شفت حضرتك واولادك اسود، ربنا يخليهم لك. طالب ماجد، طالب مجلس علي محمد زبر. ازيك يا ماجد؟ الحمد لله يا فندم. مبسوط جدا يا فندم. هتقعدوا شويه بقى ولا ايه؟ انت عمرك تقعد يا فندم. اجازه سعيده. النهارده احسن يوم لينا يا رب، ربنا يخليك. السلام عليكم. مفيش جمايل. محدش يدمل على، شوف اسمه التاريخ يذكر. لا لا، محدش يدمل على مصر. ربنا يبارك فيك. اللي ليه جميل على مصر ربنا، لكن احنا ما عملناش حاجه. احنا متوقع ان يجي هنا، انما قدرة ربنا هو اللي جاب. ما شاء الله. بالعدل، عرفت ان في عدل لسه. الحمد لله. ولا اعرف فلان ولا اعرف عز الدين. هو اي حاجه هو راجل. الحمد لله. لا وضعه وربنا طبعا، وربنا فوق من الكون. ربنا يخليك. شكرا. الف شكرا. انا مصر بلدي، بفتخر بترابها ارضي، وان كان ما بيني وبينها نار هدوس وعدي، وهيجي اليوم وهتعرفوا قيمه البلد دي، بتحدى بيها الدنيا وانا قد التحدي. انا مصر البلدي، ومش بقارن حبي ليها بحب حد، عنها كتبت في حبها، وكل كلمة انا قلتها من قلبي ليها كانت بجد. ارضي وبلدي، من ده اللي عايش على ارضها وشايف دفاها وشعبها ومحبهاش، ما كفهاش كل الكلام، تعظيم سلام لولادها وجنودها اللي حامين شعبها، تعظيم سلام يملى الوجود لولادها في الجيش على الحدود، حامينها واحنا في حضنها، تعظيم سلام لكل جند على الميدان، كتب التاريخ قصة كفاحه، في البرد نتدفى بحيطانه وهو متدفى بسلاحه، وتحية للشهداء اللي راحوا، ذكراهم ذكرى ما تتنسيش، ضحوا بحياتهم عشان كل البلد تعرف تعيش، وتحية يملاها الشرف لكل أبطال شعبها وجيش العظيم، بصوتي وبصوت البلد دي بنقول لكم كل عام وانتم جميعا طيبين، عمر الكلام ما يوفي أبدا حقهم، واقفين عصب ظهر وسند، يحفظكم اللي درع في قلوبكم دايما حبها، مطمنين عشان انتم دايما موجودين، يحفظكم خير الحافظين، ما يغيبش ولا صوت منكم، ما يموتش جذع فرع مال، ولا يوم يهز الريح جبال، شفتوا المحال؟ فعلا رجال دايما يا ابطال قدها، بيكم بتباها البلد، بيكم بتباها البلد فعلا ولد، يا اللي انت رافع اسمها، يا اللي انت ماسك بالعلم، كتب القلم
كل التحية والاحترام. تعظيم سلام للأسد اللي قال إن الأمم تحيا برجالها وشعبها. تعظيم سلام لابن الوطن. مشاهدينا الكرام، تعد أكاديمية الشرطة سرحا شرطيا متميزا في إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي. فمنذ لحظة استقبال الطلبة الجدد الملتحقين بكلية الشرطة يتم وضع برامج تدريبية وتعليمية تسهم في الارتقاء بكفاءتهم البدنية والعلمية والقتالية ليصبحوا مؤهلين لحمل رسالة الأمن السامية عقب تخرجهم. اللي بيقوم بالدفاع عن مصر مش احنا، لا، ده اللي بيدافع عن مصر شعبها، شعبها اللي قدم في الجيش وقدم في الشرطة. دايما نسيب في عهد ما بيننا يا بلدي وكلنا متفقين، من أول يوم والآخر يوم واليوم الدين دايما جاهزين. رسالة أكاديمية الشرطة، إعداد ضابط شرطة عصري متميز علميا وبدنيا قادر على مواجهة التحديات الأمنية. اختيار الطلبة الملتحقين بكلية الشرطة جاء وفقا لمعايير وضوابط تتسم بالموضوعية لانتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين لنيل شرف الانضمام لهذا الصرح المتميز أمنيا من أبناء الوطن. هؤلاء الذين يمثلون كافة فئات المجتمع ومختلف المناطق الجغرافية عبروا عن سعادتهم لتحقيق حلمهم بانتمائهم لكلية الشرطة وتحقيق حلمهم للالتحاق بها لتتواصل مسيرة العطاء. إن شاء الله يكون قد المسؤولية بإذن الله ويشرف البلد إن شاء الله، وربنا يقويه إن شاء الله. والله بس عايز فخورة فخورة إنها دخلت كلية الشرطة وحققت حلمي. فرحة فرحة فظيعة جدا جدا، إحساس لا يوصف. ما دخلش هو السنة اللي فاتت، بس هو اشتغل على نفسه وكان عنده يقين بربنا إن هو السنة الجاية إن شاء الله ربنا يكرمه. وإحنا مسرورين ومبسوطين بقبوله بكلية الشرطة، الحمد لله رب العالمين. أنا فخورة بيه جدا، وكان كل اختبار يطلع ناجح منه كنت بحس قد إيه بالفخر بيه إن هو قدر يعدي الاختبارات. طبعا ألف مبروك، وفرحانين جدا جدا جدا، وربنا يوفقه ويوفق الجميع. لأول مرة كان من بين الملتحقين بكلية الشرطة لهذا العام خريجات كليات الحقوق، وقد تقدمنا بخطى ثابتة لتحقيق آمالهن بعد فتح الكلية أبوابها لهن للمرة الأولى للالتحاق بها. فخورة جدا بإني هكون أول دفعة حقوق إناس تلتحق بكلية شرطة. أنا كولي أمر سعيد جدا إن بنتي في مكان محترم آمن فيه رعاية كاملة من كل شيء، فدي حاجة بتطمننا كأولياء أمور إن بنتنا في المكان المحترم ده أكاديمية الشرطة. التفوق علميا وبدنيا ونفسيا كان طريق هؤلاء الطلبة للالتحاق بكلية الشرطة ليتحقق لهم ما يسعوا إليه لنيل شرف حمل رسالة الأمن السامية. مجموعي 99%، الحمد لله ربنا كتب لي أن أنا ألتحق بكلية الشرطة، وده كان حلم من وأنا صغير. أنا كان جاي لي كلية طب بشري برا، والحمد لله أصريت أن أدخل كلية الشرطة. كان حلم حياتي من وأنا صغير أن أنا ألتحق بكلية الشرطة، الحمد لله الحلم اتحقق. تضع كليات الشرطة برامج تدريبية وتعليمية متطورة نظرية وعملية يتم من خلالها إعداد الطلبة الملتحقين بالكلية للارتقاء بالمستويات البدنية والعلمية لهم في قاعات المحاضرات وبالميادين التدريبية المتنوعة التي تزخر بها أكاديمية الشرطة، بما يؤهلهم لحماية أمن الوطن بكل اقتدار. لما تلمس خطوتنا الأرض تهز جبال، بيروح أبطال بس بيجي مكانهم أبطال، يمشوا المشوار دايما جاهزين، ورانا في شعب طول الوقت الإيد في الإيد، لو عدى علينا الليل علشان مع بعض أكيد بيجي لنا نهار دايما جاهزين. هؤلاء هم حماة أمن الوطن، حاملين مشعل أمنه واستقراره، مسلحين
بالعلم والخلق والواجب. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على المتابعة الدورية لمشروعات تطوير البنية الأساسية في مدينة شرم الشيخ، خاصة أعمال تطوير الطرق والمطار وغيره بما يضمن التجهيز الجيد لاستقبال ضيوف المؤتمر. وخلال اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين، استعرض وزير الخارجية نتائج المشاورات التي تمت خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الجولة الآسيوية التي قام بها مؤخرا أثمرت عن دعوة مصر للمشاركة في أعمال مجموعات العمل الخاصة بالمناخ والطاقة لمجموعة 20. من جانبها عرضت وزيرة البيئة تقريرا حول الموقف التنفيذي للتحضير للمؤتمر على الصعيد الفني واللوجستي، مشيرة إلى أوجه التنسيق التي تتم بين الوزارات والجهات ذات الصلة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية باستمرار معارض أهل رمضان لما بعد الشهر الفضيل لفترة كافية، وذلك بهدف مساعدة المواطن على تحمل الأعباء خلال تلك الفترة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عقب افتتاحه المعرض الرئيسي لأهل رمضان بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. المعرض ده على مساحة 12,000 متر فيه أكتر من 165 شركة بتعرض السلع بأسعار زي ما قلت في متناول كل المواطنين. ويمكن الحقيقة أنا براجع مع معالي الوزراء واتحاد الغرف حجم المنافذ اللي إن شاء الله هتكون متاحة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وهتقترب من 8,000 منفذ يعني قبل بداية شهر رمضان إن شاء الله، وكلها بتعرض الأسعار والسلع بنفس الأرقام اللي احنا بنشوفها جوه. ويمكن يعني امبارح طبعا لما حضراتكم يعني كنا متشرفين بوجود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بيوم المرأة المصرية، وأكد سيادته على ان الحمد لله الدولة المصرية لديها مخزون كافي من السلع اللي يكفينا ان احنا نتحرك ونتيح السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة دي. ويمكن توجيهات سيادته مش فقط ان احنا نكتفي بشهر رمضان، ولكن توجيهاته ان احنا كمان نستمر بعد شهر رمضان لفترة كمان كافية علشان نقدر ان احنا نساعد المواطن في تحمل الاعباء في هذه الفترة. وخلال المؤتمر الصحفي أكد مدبولي أن الحكومة أعادت صياغة ومراجعة الموازنة العامة للعام القادم قبل الأزمة الروسية الأوكرانية لتكون أكثر استيعابا للصدمات. وأشار رئيس الوزراء إلى وضع احتياطي كبير وصل إلى 130 مليار جنيه لاستيعاب جزء كبير من ارتفاع الأسعار حتى لا يشعر المواطن بأي أعباء. أي كلام على هذه الأزمة والمدى الزمني لانتهائها هي مجرد تخمينات، وبالتالي إحنا كحكومة، وأنا بقولها بمنتهى الشفافية، لازم دايماً نخطط تحركاتنا على السيناريو اللي نقدر نقول عليه السيناريو المتشائم، وهو استمرار وطول أمد هذا النزاع عشان الدولة تبقى قادرة دائماً على الصمود والبقاء في فترة طويلة. فعشان كده يمكن كان أكيد لما حضراتكم سمعتوا إن إحنا حتى يعني بعد ما كنا أعدينا الموازنة قبل الأزمة الروسية والأوكرانية على أساس الظروف الطبيعية، رجعنا الموازنة مرة أخرى واتعملت الموازنة بطريقة أكثر تحوطاً. وتوجيهات سيادة الرئيس أيضاً إن إحنا نطيح احتياطي كبير وصل إلى 130 مليار جنيه عشان بقدر الإمكان هذا الاحتياطي يوجه في الغالب لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات اللي هي ممكن تحصل فيما يخص الأسعار، بحيث لما بنمرر جزء للمواطن بيبقى الجزء اليسير. وكان مدبولي قد استهل جولته بأرجاء المعرض بتأكيد حرص الدولة على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير مختلف السلع الأساسية والمنتجات الغذائية للمواطنين واتخاذ الإجراءات التي تتعلق بدعم الفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن. وخلال تفقده لصالات العرض وتفقد المنتجات والسلع بمختلف أرجاء معرض أهل رمضان، أدار رئيس الوزراء حوارا مع عدد من ممثلي الجهات والشركات العارضة، واطمأن على وجود تخفيضات وعروض وأسعار مميزة تلبي مختلف احتياجات المواطنين. ويوفر المعرض مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى
30% عن مثيلاتها في الأسواق الحالية. استمرارا لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على سير العمليات التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي طلبة الكليات الحربية والكلية الجوية والكلية الفنية العسكرية وكذلك كلية الطب بالقوات المسلحة والمعهد الفني للقوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الشباب المشاركين في برنامج التأهيل للعمل بوزارة الخارجية والرقابة الإدارية ووزارة النقل. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بطلبة الكلية الحربية والكلية الجوية والكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والمعهد الفني للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الشباب المشاركين في برنامج التأهيل للعمل بوزارة الخارجية والرقابة الإدارية ووزارة النقل. وتأتي هذه اللقاءات استمرارا لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على سير العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية، حيث نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العسكرية، وحرصه الدائم على الاطمئنان على طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وعلى سير العملية التعليمية داخلها. واستعرض القائد العام للقوات المسلحة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية عدداً من القضايا والموضوعات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن القوات المسلحة تمضي بخطى ناجحة على جميع المستويات وتعمل على تطوير أدائها في كافة المجالات بما يتواكب مع التطور التكنولوجي المتسارع، مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتماماً كبيراً بإعداد طلبة الكليات والمعاهد العسكرية لتخريج ضابط مقاتل قادر على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه، مشيراً إلى أن التدريب والتأهيل داخل الكليات والمعاهد العسكرية يهدف إلى الارتقاء بكافة النواحي التخصصية والفنية للطلبة للوصول إلى الاحترافية في تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم في المستقبل ولإعداد أجيال من المقاتلين لديهم القدرة على الاستفادة من كافة الإمكانات العلمية والتكنولوجية التي وفرتها لهم القوات المسلحة. كما أدار حواراً مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واستمع فيه إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات، مؤكداً على ضرورة الإلمام بمبادئ العلم التخصصي الدقيق وكافة مجالات المعرفة ونقلها من الدراسة النظرية إلى مراحل التطبيق العملي الذي يحقق الاستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات والقدرات. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. إلى ذلك تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 178 قضية تموينية بمضبوطات ما يقرب من 1439 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 108 أطنان سلع غذائية مختلفة و13200 عبوة زيت طعام. وأما في مجال السلاء على السلع المدعومة تم ضبط 3.7 طن دقيق مدعم. وأما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط ما يقرب من 564 طنا، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لاسطوانات البوتاجاز تم ضبط ما يقرب من 740 طن غاز صب. كما تم أيضا ضبط 25 طن أسمنت في مجال حجب مواد البناء. كما تواصل وزارة الداخلية شن حملاتها لضبط الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني. إلى ذلك تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 38 قضية اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة مالية بلغت ما يقرب من 71.5 مليون جنيه، حيث تمكنت من ضبط مبالغ نقدية بلغت ما يقرب من 7 ملايين جنيه مصري. هذا وقد تم ضبط أيضا ما يعادل من 8 ملايين جنيه عملات أجنبية مختلفة
إضافة إلى ضبط معاملات مستندية بالعملات المختلفة تعادل ما يقرب من 56.5 مليون جنيه. استقبلت محافظات الجمهورية شاحنات قوافل الخير استعدادا لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا ضمن حملة المليون كرتونة والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن المواطنين. النهارده علشان بنطلق قافله وصل الخير عباره عن مليون كرتونه رمضان هنوزعها على اهالينا في كل محافظات الجمهوريه المستحقين والاكثر احتياجا عن طريق عناصر الرصد الميداني بكل المحافظات. قدرنا نتابع ونرصد كل الاسر الاكثر احتياجا وكل المواطنين المحتاجين. العناصر بتوعنا موجودين في كل مكان في مصر. طبعا احنا عندنا قاعده متواجده على الارض من لحظه بدايه المؤسسه، زملائنا موجودين في كل حته ميدانيا في كل المحافظات، وده طبعا بيكون بالتعاون مع الجهات التنفيذيه المتواجده في جميع المحافظات، وبيتم التنسيق معاهم برضو في لو حدث اي مشكله. نتوجه الى القرى والنجوع بناء على البيانات المتواجده في القرى ونتوجه ليهم مباشره، نقدر ان احنا نوزعها مباشره. وطبعا ده اي مواطن متواجد سواء في الصعيد او اهالينا اللي موجودين في المحافظات. محتاجين ان احنا يكون في عندنا شركاء من كل مراكز وقرى ومحافظات التابعة للمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية إن شاء الله هيبدأ تنفيذها في مبادرة سيادة الرئيس حياة كريمة. إحنا كمان بنستهدف إن إحنا نكون الدور القيادي أو الدور الفاعل الأساسي اللي بيشد معاه باقي جمعيات العمل المدني. مؤسسة حياة كريمة ما يميزها أي عمل تطوعي بيتم على الأرض بنلاقي طبعا جميع الشباب متواجدة ومتكاتفة عشان نقدر إن إحنا نوصل حاجة للمستحقين. مبادرة سيادة الرئيس مبادرة حياة كريمة اللي بيتم تقسيمها لثلاث مراحل، احنا بنستهدف نوصل ل 57 مليون مواطن مصري هم سكان القرى والمراكز الأكثر احتياجا. مؤسسة حياة كريمة من المؤسسات كمان اللي دلوقتي يعني دوليا لها مكانة عالية، وأنا أتوقع إن شاء الله في على مدار المدى القريب إن احنا نبقى من أفضل المبادرات اللي موجودة في العالم كله، لأن احنا بنحقق أهم أهداف التنمية المستدامة على الأرض. ملف الأزمة الأوكرانية، حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية العمل على حقن الدماء مع التأكيد على ضرورة بذل الجهود وتناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة وتحقيق حل سلمي للأزمة. وخلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا، أشار إلى اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق التهدئة. وفي هذا الإطار أحاط الوزير شكري نظيره الأوكراني بتناول القضية من خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته جامعة الدول العربية ومجموعة الاتصال المنبثقة عن الجامعة، وتناولا سبل تفعيلها. بدوره أطلع الوزير الأوكراني سامح شكري على آخر التطورات والأوضاع على الصعيدين الميداني والإنساني، فضلا عن مسار المفاوضات. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ بأن الهجوم الروسي على أوكرانيا يمثل تهديدا للأمن العالمي، مؤكدا مواصلة العمل على تعزيز دفاعات الحلف على المدى البعيد لمواجهة الواقع الأمني الجديد. وفي بيان مشترك لقادة الحلف عقب اجتماعهم في بروكسل، شدد ستولتنبرغ على ضرورة ضمان ألا يتحول الصراع بين روسيا وأوكرانيا لحرب عالمية، لافتا إلى أن أي استخدام الأسلحة الكيميائية سوف يغير من طبيعة النزاع في أوكرانيا وسوف تكون له تبعات واسعة النطاق. هناك 100,000 جندي أمريكي
يدعمون جهود الناتو، وحلفاؤنا الأوروبيين أيضا تقدموا، فعندنا 40,000 من القوات تحت إمرة الناتو مباشرة في الجانب الشرقي، وتدعمهم قوات بحرية وجوية كبرى، بما في ذلك قوات لم نسبق تواجدها سابقا من أعالي الشمال إلى المتوسط، ونحن الآن نعزز دفاعاتنا على المدى البعيد لنواجه واقعا أمنيا جديدا. وعلى الأرض سيكون عندنا قوات أكثر بكثير في الجانب الشرقي للتحالف في هبة عالية بمعدات جاهزة وتزويد أكبر. أما في الجو فسنحرك طائرات نفاثة أكثر وندعم دفاعاتنا الجوية والبرية. أكدت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة متابعة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري يحيى كريمة رندا المنشاوي، أكدت أن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال اجتماع لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة في محافظات البحيرة وقنا والغربية والفيوم ودمياط، أشارت إلى أن لجنة متابعة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة تجوب القرى المستهدفة لمتابعة الموقف على أرض الواقع ومتطلبات العمل واحتياجات المواطنين الفعلية كذلك. عقد وزير التنمية المحلية محمود الشعراوي اجتماعا بمحافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية فيما يخص المشروعات التنموية. هذا وقد أشار المحافظ إلى استلام عدد من المشروعات بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويستهدف البرنامج إقامة وإنشاء حوالي 1054 مشروعا من مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والإنارة العامة ورصف الطرق، فضلا عن إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة، وأيضا إنشاء عدد كبير من الوحدات الصحية وفقا لنموذج التأمين الصحي. هذا وتبلغ تكلفة إنشاء تلك المشروعات حوالي 10 مليارات جنيه. والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار المال والأعمال مع رجائي رمزي. إليك رجائي. شكرا أميمة، شكرا هبة. مشاهدينا أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. أهلا بكم. أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن هناك استجابة قوية وزخما كبيرا حظى بهما دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول فبراير الماضي، التي أكد خلالها على أهمية صياغة رؤية موحدة متوازنة للقارة الإفريقية، وذلك في التحول للطاقة تنبع من احتياجات القارة ومتطلبات العديد من الدول التي تعاني شعوبها تحديات كبيرة في الحصول على الاحتياجات الأساسية من الطاقة. وأشاد وزير البترول خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرنس في الجلسة الوزارية ضمن مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة تحت عنوان أولويات ما بعد COP27، أشاد بدعم تحولات الطاقة النظيفة في إفريقيا بأهمية المؤتمر والجلسة وما تحمله من رسائل دعم للقارة الإفريقية ورؤيتها في التحول الطاقي. استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء للعام 21-22، ذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 152 مشروعا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة شمال سيناء بخطة العام 21-22 تبلغ 6.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 47%، وذلك مقارنة بخطة 2021. التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية. وخلال اللقاء أشادت وزيرة التعاون الدولي بالعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام الماضي، حيث تم توقيع 18 اتفاقية تمويل تنموي، وذلك في إطار استراتيجية التعاون المشترك مع ألمانيا بقيمة بلغت 202 مليون يورو لدعم رؤية الدولة التنموية. من جانبه قال السفير الألماني بالقاهرة إن بلاده تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع مصر في إطار التعاون المشترك لتحقيق التنمية، مبديا الاستعداد لإنجاز المزيد في أو من أطر التعاون المشترك في سبيل تعزيز الجهود التنموية المشتركة. وإلى البورصة المصرية مشاهدين، التي أنهت تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك للمرة الأولى بعد صعود دام 6 جلسات بضغوط من مبيعات أجنبية. خسر رأس المال السوقي 776 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.17 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة بلغت 0.3% ليغلق عند مستوى 11709 نقاط. كما تراجع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0.38% ليغلق عند مستوى 1995 نقطة، فيما هبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0.32% ليغلق عند مستوى 3022 نقطة. عوضت العملة الروسية الروبل جزءا من خسائرها التي منيت بها في وقت سابق، حيث جرى تداول الدولار الأمريكي دون مستوى 96 روبل، وذلك للمرة الأولى في نحو 3 أسابيع. وارتفعت العملة الروسية أمام نظيراتها الأمريكية والأوروبية بعد أن كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلف الحكومة الروسية بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا إلى عملة الروبل بدلا من اليورو. في غضون أسبوع سجل سعر صرف الدولار تراجعا بواقع 1.7 روبل إلى 95.99 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 2.59 روبل إلى 105.41 روبل. نهاية مشاهدينا هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى أميمة وهبة إليكم. شكرا لك رجائي. مشاهدينا الكرام، من أخبار الطقس إلى عناوين السادسة. خلال زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، الرئيس السيسي يهنئ الطلبة على الالتحاق بالكلية ونيل شرف الانضمام إليها. افتتاح المعرض الرئيسي أهل رمضان بالقاهرة، ومدبولي يؤكد وجود توجيهات رئاسية باستمرار المعارض لما بعد الشهر الفضيل. بيان مشترك لقادة حلف الناتو يؤكد أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يمثل تهديدا للأمن العالمي. نهاية نشرة السادسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. شكرا لكم وفي أمان الله. We'll be right back.